اسمي كلثوم أوزان وأنا رياضية وموظفة مكتبة في بلدية باجيلار باسطنبول، لكن وظيفتي الأهم أنني أم. كنت أماً لطفلين فقدت قبل فترة أحد ابني، وقبل أن أفيق من مصيبتي فوجعت بوفاة زوجي في حادث سير. بعد هذين المصابين لازمني اكتئاب شديد، كنت يائسة تماماً ومضطربة، ولم تفدني حبوب منع الاكتئاب سوى أنها زادت وزني لحد البدانة المفرطة والخطيرة طبياً. لم يبق لي أي أمل في الحياة، ولم أكن أخرج من منزلي. بالصدفة قابلت مدربي وأستاذي حسن فخري شان، الذي ألح علي بممارسة الرياضة للتخلص من الاكتئاب والوزن الزائد والعودة إلى الحياة. كثيرون نصحوني بعدم ممارسة رياضة الكيك بوكسينج لأن النساء يليق بهن التزام بيوتهن كما قيل لي، والبعض شكك في قدرتي على ممارسة رياضة عنيفة بسبب وزني. أفراد من أسرتي أنكروا علي أن أمارس رياضة اعتبروها رجالية، حيث إنني امرأة متدينة ومحجبة. لم أكترث لهم أيضاً، وقلت إن على المرأة أن تتفوق على الأخريات في الأمومة والرياضة والعمل والحياة. وقبل شهر حصلت على بطولتي تركيا في رياضة الكيك بوكسينج، التي استطعت بفضلها التخلص من 38 كيلوغراماً من وزني. والآن أنا أسعى لتمثيل بلادي في المسابقات على مستوى أوروبا ولجلب ميداليات ذهبية لتركيا في المسابقات التي سأشارك فيها. وحتى ابني ذو 8 أعوام اعتاد أن يكون زميلي في الرياضة، فالرياضة تكسبني الطاقة الإيجابية التي تنعكس على علاقتي بطفلي وبزملائي، وتجعلني أكثر كفاءة في عملي وأكثر أملاً في الحياة.